أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق أربعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي البلاد للفصل في حكم بإعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مكتب الإرشاد. كما أجلت المحكمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة حتى 28 من فبراير المقبل الحكم على عدد آخر من قيادات الجماعة، من بينهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرة الشاطر، والذين يواجهون تهما بالقتل والتحريض على القتل.